السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مارس ان بيتي جوا سي ان بيتي جوا في السماء تهبط يعاود يكونتروليك. هذا متفائل بزاف، قالت نربحوهم في الكاميرون وزيدو نربحوكم في الجزائر. سي با ترو 3-0 ترو ها نو سي با ترو 3-0 فوا 4 ميم. اوه شت التفاؤل. وما تنساوش في اخر الفيديو عندنا صوره اليوم باش تشوفوا شكون هو اللاعب وتكتبوا اسمه في التعليق. في هذا الفيديو بشاهدوا معايا مجموعه من التصريحات للجماهير الكاميرونيه اللي جد متفائله انه المنتخب الكاميروني باش يفوز على المنتخب الجزائري. صرحوا استهزاء كبير بالمنتخب الجزائري، استهزاء برياض محرز وبلاعبين المنتخب الجزائري ومتفائلين بزاف. صراحه كي شفت هذه الفيديوهات وهذا التفاؤل اللي عند الكاميرونيين انا كجزائري تفائلت وفرحت ان ان شاء الله راح نفوزوا على المنتخب الكاميروني، لانه سبق لي واحد الناس قبل الكاميروني سازوا بينا، سخروا بينا، داروا تصريحات استفزازات ومن بعد لعبنا ضدهم، خسروا الفيديوهات تاعهم ولاو ميمز. ان شاء الله رد عليهم يكون في الميدان ان شاء الله. وما ننساش تحية كبيرة للصحفي اسماعيل فؤاد اللي صور هذه الفيديوهات في الكاميرون. صراحة انا الصحفي انا ما نعرفوش، اول مرة نشاهد هذه الفيديوهات تاعو. برافو عليه، تحية ليه كبيرة، العمل اللي داروا ولا اروع، بروفيسيونال، برافو خويا، ربي يوفقك. صافي شوا جي جابوما سي اون غير بسيكولوجيك دو ايتو كونتر لاجيري. وي جو رمسي لي زوتوريتي كامورونيه اي لو بريزيدان دو لافريكا فوت سامويل ايتو اي تو لو ستاف تكنيك دو لا فيدراسيون كامورونيز دامبوزي سو ماتش ايسي ا دوالا او كامرون. يعني شوف السؤال تاع الصحافي ذكي جدا، برافو عليه. سالوا قال له انتوما ايتو خير باش يلعب مع الجزائر في ملعب جابوما لان حرب نفسيه ضد الجزائر باش ياثر عليهم لانهم خسروا في ملعب جابوما. المناصر ديراك جاوبو قال له نعم وي، ونشكر الاتحاديه الكاميرونيه انهم خيروا باش يلعبوا في مدينه دوالا لانها فيها اللي هي فيها ملعب جابوما. يعني حرب نفسيه ضد الجزائر، ونتمنى من لاعبين المنتخب الجزائري وكما تكلم جمال بالماضي من قبل وصرح انه الملعب اللي طحنا فيه هو نعاود النوضو فيه ونتاهلوا منه ان شاء الله لكاس العالم قطر 2022، ويكون رد قوي جدا على الكاميرون وعلى كل الناس اللي استناو المنتخب الجزائري يزيد يسقط. Vous avez peur quand même de cette sélection algérienne, vous craignez beaucoup de choses hein. Non, nous n'avons pas peur. Mahrez c'est un petit joueur. C'est un petit joueur Mahrez. Mahrez c'est un petit joueur. Il joue, c'est qui joue. Mahrez un petit joueur. Mahrez لاعب صغير او لاعب ضعيف. ربي يهديك، انت لو كان نحكمك انا درك نتيريك في السماء تهبط يعاود يكونتروليك. محرز لاعب صغير فاز بجائزة أحسن لاعب في دوري إنجليزي، أحسن لاعب في إفريقيا، فاز بكأس إفريقيا، فاز بكل ألقاب في إنجلترا. السيد مازالو له زوز ألقاب، مازالت له تشامبيونز ليغ ومازال له كأس العالم. يقول لك محرز لاعب صغير، هربي يهديك أخونا الكاميروني، هرجع لعقلك شوية. التفاؤل مش لهذه الدرجة، محرز لاعب صغير، احشم شوية. لاجيري با لافيسي دو كاميرون. Et on le bat, aller-retour. Vous allez nous battre aller-retour. Aller-retour. C'est pas trop aller-retour. Ici au Cameroun et en Algérie, on le bat aller-retour. Vous êtes trop confiant. قال لك نربحوهم اري روتور سيدي. هذا متفائل بزاف، قال لك نربحوهم في الكاميرون وزيدو نربحوكم في الجزائر. صراحه هاد التفاؤلات تاع هاد الكاميرون والتصريحات مثل هذا النوع متفائل بها انا بزاف. علاش؟ لانه الكاميرونيين عم بالهم باش يلعبوا مع الجزائر بنفس النيفو وبنفس المستوى اللي شافوه في كاس افريقيا الاخيره. كاس العالم مباريات مغايرة تماما، تحفيز كبير عند اللاعبين، حلم أي لاعب باش يلعب كأس العالم، يعني اللاعبين راح يلعبوا 100% ويحطوا كل ما عندهم من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022، وإن شاء الله التأهل يكون من نصيب المنتخب الجزائري. شفتوا الخطرة اللي فاتت في كأس إفريقيا السابقة، رحنا للكاميرون متفائلين، فرحانين، خلاص باش نربحوا ونديو كأس إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ومن بعد واش صرا؟ خسرنا، انهزمنا، دينا صدمة كبيرة. الكاميرونيين راح يوقع لهم نفس الشيء إن شاء الله ونفوزوا عليهم. Tu vois le match que le Cameroun va remporter, hein? Puisque nous sommes une équipe forte, nous sommes un pays de foot. Sûrement, nous on va remporter. Match. Quel est le score? 3-0. C'est pas trop 3-0 trop, hein? Non, c'est pas trop 3-0.
فوا 4 ميم. اوه شت تفاؤل، قالت لك نربحوكم 3-0 ونقدروا ما 4. ما عندناش كارديان سما هكاك حقروك خويا مبولحي زير روحك. Elle est pas jouer contre une petite équipe, l'Algérie c'est une grande équipe quand même. Non, l'Algérie c'est une petite équipe, c'est pas une grande équipe, c'est une petite équipe par rapport au Cameroun. L'Algérie est une petite équipe. حقرونا صديقي. الكاميرون ان غروند ايكيب على اساس ما فهمت انا. لا حول ولا قوة الا بالله. مليحة 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 يحقرونا هكا بالعين، والله مليحة. ومن بعد كي ياكلوا يديو صدمة تولي مرتاح صديقي وتولي تضحك عليهم هاد الفيديوهات، والله مليحة. باش اللاعبين يحطوا رجليهم في الماء يبردوا، الجماهير يحطوا رجليهم في الماء يبردوا، باسكو قبل المدة السابقة قبل كأس إفريقيا وكي لعبنا كأس إفريقيا وخسرنا فيها وقبل الناس هضر 35 مباراة بدون انهزام، المنتخب الجزائري أفضل إفريقيا عربيا عالميا، كلاونا بالهضرة. الصحافة المصرية تهضر علينا، التوانسي يهضروا علينا، العالم كامل يهضر علينا، كلاونا غير بالهضرة. خلونا أضعف فريق هما حنا، تلهوا برواحكم برك، تلهاو برواحكم. انا يقلقوني هذوك الصحفيين صراحه، سوى التوانسة ومصريين او من اي دوله كانوا، كيحللوا على الجزائر. ما تحللش على الجزائر، روح حلل الفريق ومنتخب تاع بلادك. كل واحد يلهى في بلاده، كل واحد يلهى في شيء. لو كاميرون اي لالجيري كومون فاي فو في لو ماتش؟ دو بور لو كاميرون ان بور لالجيري. دو بور لو كاميرون ان بور لالجيري. لا فو سري اليميني بور لا كوب دو موند. Deux pour le Cameroun, un pour l'Algérie. Deux pour le Cameroun, un pour l'Algérie. Je suis un autre d'arbre, tu sais, je suis un autre. Je suis un autre, je suis un Cameroun, je suis. Mais le retour. Le retour en Algérie, ça sera difficile quand même. Non. Pourquoi? Impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. On verra. On verra. Donc, venez. وأيضا المستحيل ليس جزائري. الجزائريين احنا ما نعرفوش حاجة اسمها مستحيل. قبل ما نكملوا الفيديو ونروحوا نشوفوا صورة اليوم، نحبكم كامل تروحوا الانستغرام تاعي خليفة علال، تابونيو وتتبعوا ان شاء الله بعد مباراة الجزائر والكاميرون راح ندير لايف ونولوا كل اسبوع ان شاء الله بالجمعة نديروا لايف نتلاقاو نهضروا ندردشوا. تحية لكم، خليكم معنا. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء. وكالعادة ولا وايد صورة الفيديو، هذه صورة الفيديو السابق وعرفتوا اسم اللاعب، برافو عليكم. وصورة اللاعب الآن إن شاء الله تعرفوه وتكتشفوه، هو هذا اللاعب. يا ترى من يكون؟ هل عرفتوه ولا لا؟ اكتبوا اسمه في التعليق. تحية للجميع، كل الحب والاحترام، وإن شاء الله التأهل إلى كأس العالم قطر 2022 يكون من نصيب المنتخب الجزائري. تحية الجزائر، السلام عليكم.